ابريل 2022 6 رمضان حلقه جديده من مدام واجية معكم يوسف بحري في تعويذ الوجوس تغيب علينا ترجع لنا غدوه ان شاء الله كيف كل صبحيا نرافقكم تيله ساعتين وشويه هكا ساعتين نقصوا منها شويه ساعتين نقصوا ساعه 50 دقيقه ساعه 50 دقيقه بالاخبار نحكي شنو تعدى في تلفزنا البارح نرجعوا لاهم ما صار في تيله 24 ساعه استنوا الضحك الثمار النصائح والمعلومات من توا حتى ال 11 المدام سبيسيال رمضان مع وجيع الجندوبي على اي اف ام احلى راديو طريق السلامه طريق السلامه للناس الكل عندنا اخونا راجح معات شويه في السيركولاسيون فما اكسيدون في الروتيكس عامل امبوتياج كبير برشا نورمالمون يخلط زيد شويه اخونا راجح باز راه يسمع فينا في التاكسي توا نحييوه دوبلكشي بونجور ملك اللغات صباح الانوار صباح الانوار صباح الانوار صباح النشاط والحيويه كي العاده والله يا اخويا يوسف ان شاء الله تعديو معانا وقيت مزيان من تو حتى ال11 وراجح دبا قول للتاكسيست راه ما عندك ما عنده حتى شواه امشي دبا في عقلك امشي دبا طريق السلامه بالله سيس روحكم في الثنيه راهو الجري ما عنده وين يهز هاكم ريتوش مش فين يهز دونك والله شو نقول لك رمضان سايمين الاخر الجمله كي قلتها مقتنع مع والله ليه مقتنع مش برشا اما انا قاعد نخاف في الجمله اللي بعد خاطر الساده المستمعين ما ركبوش معاك في الكهرب لا مازالوا ما يعرفوش اما باركونتر اما باركونتر خويا صايمين رمضان مش رمضان ديما في فورما وان شاء الله ديما ننسوكم وديما نعديو قايت مزيان من توا حتى ال11 مش نص نهار ان شاء الله في فورما ديما اخونا دالي خويا لؤي انا وياك فرت سيتواسيون في رمضان تكحيف بلس بلس قسما بالله ساعه جود مورنينغ خويا صحري صباح النور خويا دالي الناس اللي يسمعوا فينا الكل جوست باش الناس المستمعين والمستمعات يعرفوا الحكايه انضميت مؤخرا لكلوب الكلوب لقحافيل اللي عملوا خويا بحري وكذلك موجودة فيه فاطمة بوعون الموجودة تحية كبيرة فاطمة بوعون يا أخي محليها دودو زيت معنا دودو مرتك معنا قسما بالله محليها الكلوب تمشي تخدم تروح تقيل تقوم تخدم شوي السيريات كان ما تفرجش وتمشي تلقى فما منيو حاضر جوك احلى جو سينو البارح انا قطعت خليت المدام وحده تفرجت في السيريات من غيري هبطت لسونتر فيل كنت حاضر مع مناظره في بروجي جديد ياسر مزيان حكينا البارح على الحق في محاكمه عادله الحمد لله من بعد الايميسيون ما تشنقلتش على خاطر حكينا برشا على وزاره الداخليه والقضاء وكل شيء وتحيه لسيدنا في وسط البلاد باش نحكيو زيد قلت على المسلسلات قاعد تتفرج معنا ولد اختنا علي عرعود بونجور صباح النور سحري صباح النور للناس قاعدين يسمعوا فينا الكل على راديو يافا تحكيوا على تلفست المدام بعد شويه بعد الببليسيتي وراجعين معاكم مكملين معاكم حتى ال11 ترن 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 رجعنا معاكم ولد المدام كملين معاكم حتى ال11 معاكم يوسف البحري زيوب لحس برشا حس هكا برشا انرجي على خاطرك عليه هاي والله على خاطرك انت خاطر فما شكون التحق بينا تو ايش تعملوا فما شكون التحق بينا تو يلتحق بينا اخونا راجح زنقير اهلا وسهلا تعطل في السيركيلاسيون يا شو شنو روتيك شنو تبليعه نص ساعه باش خلطت القبل القنطره بتاعك التوفيق علما واني خرجت من حي التحرير معناها يسلا فما اكسيدون المشكل فيش ما خلطتش شفت معناتها تتعطل وما تعرفش علاش تعطل ذاك اللي يغيظك ممكن تتعطل اخذها مع بيت حب تشوف الاكسيدون هذاك تعطل هذاك علاش ان شاء الله باللطف ان شاء الله باللطف تسيسوا رواحكم المهم انتم تباص باش تسيسوا رواحكم ما عندكمش حل معناها ماكش فوت دوزيام اللي ماشي في الروتيك دونك وحيده طريق سلامه للناس الكل اللي تسمعوا فينا غير نعاودها اليوم ترجع لنا غدوه ان شاء الله شو خلي حد شو ما في بليش انا بيت انت جيت مخر قد اللي كل تبدل سبحان الله مازال الحبيب اللوطه وحمد مازال حتى نضال الصباح مازال مع الموعد خونا علي عرعود اللي تو باش يعطينا تلفزت المدام فهمت شربت شنو اللي عليك تلفزت المدام انت المعد نتاع فايقين ولا اي ما فهمتش شنو العلاقه نتاع ما خلط مازال نضال نضال مازال دونك علي مازال علي هو المعد دونك علي عنده الميديا ما في انتوما فهمتوها فهمنا احنا امورك بريك اسمعني بلي وجوج مش لنا انا عندي شهوه تفضل نجمو السيده المخرجه نحطوا جينجل نتاع ميديا ما هيك امك بحث المخرج شوف صحيت امك بحث المخرج بورانجا ماهوش مثال لا صحيت بورانجا
ليه نعطى صمر ما عفوا ما شير بريك عندي أنا أخبار نجم ليه أنا نتحديه يا تصر عندي برش عليها ميديا هكا كي تكون رئيس نقابة هكا يا ابو غنجة تكون رئيس نقابة هكا ترجع في كلمتك يا ابو غنجة قتلي ولدي من نجم الله كيف دمشون بينا نبدأ في ميديا ماك في ولا في تلفزت في تلفزت الله ما دامش نبدأ نحكي شو على شوية أخبار علش أنا الحقيقة حبيت ميديا ماك خاطر اليوم مش نحكي كان على التلفزة باش نحكيه على مجموعة من الأخبار الأخرى تعرفوا أنه البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد توجه للمنستير لإحياء ذكرى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وفي الزيارة هذيك تم إقصاء عدد من مراسلي المؤسسات الإعلامية زي حسب أميرة محمد عضو النقابة وين هبطت البارح تدوينة قالت أنه تم إقصاء ومنع مراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية في المنستير من قبل رئيس الجمهورية باش يغطيوا زيارة الرئيس وحسب ما بلغنا فما فيتو ضد عدد من المؤسسات قد يكون السبب أنهم ما دخلوش لبيت الطاعة تقول هي أنه سجلوا أساميهم عندهم مدة في الولاية ولكن حسب القائمة اللي مشيت للرئاسة فصارت غربلة لعدد من الصحفيين رأيكم هاي بسم الله الصباح افتتحوا محليها علي يا رجعنا الأيام تخبر رمضان شوف الحقيقة أنا استغربت البارح استغربت من حاجتين استغربت من أنه رئيس الجمهورية أصلا عمل تصريحات صحفية لأول مرة يمكن الحاجة ثانية بتبيعة اللي هي ما هيش مفاجأة بالنسبة لي أنا أنه فما صحفيين خلينا نقولوا يتمنعوا وإلا يتغربلوا ورجعنا لهنا لغة الغربية على خاطر الصحفي نرمو عنده أكسي للمعلومة وعنده أكسي للحاجة اللي يحب يغطيها خاصة وأنه فما قائمة بعثت للولاية والولاية بعثتها للرئاسة وشوف حجم خلينا نقولوا السيركوي الإداري والإجراءات الإدارية باش ينجموا صحفيين يخدموا خدمتهم ويغطيوا زيارة نتاع رئيس جمهورية لهنا فما مشكل اسكو على خاطر حسب ما تقول أميرة محمد فإنه الصحفيين اللي حضروا هما صحفيين اللي موافقين عليهم الرئاسة واللي ما حضروش اللي هما ما دخلوش البيت الطاعة اللي هما بربي اللي ما حضروش على خطر بارح سيد هميمي زيدا الزميلة هبطت تدوينة قالت مراسل مزيك ومراسل النسمة يمنعان من دخول مقبرة البرجيبة باش يغطيوا الزيارة في حين زيدا تسمح للمراسل إذاعة صبرا فيم اللي صار عليه بوليميك كبير واللي سأل رئيس الجمهورية سؤال الحقيقة طلب منه معناه التطهير والمحاسبة ومش سؤال هو معناه وجه له دعوة مش سؤال وصار عليه زيدا بوليميك كبير هو اكزاكتومون هو حطهم نزوز مع بعضهم اما بارابور الصحفيين رئيس الجمهوريه تقريبا كيف ما قلنا قبل بعد ما كمل القضاء وكمل ريجل الامور الكل باش يتوجه نورمالمون للاعلام وفي حاجه كيف انا كاين نورمالمون عنده اكسي صحفي انه يغطي هالانشطه هذه وهي الفرصه الوحيده تقريبا باش يواجه رئيس الجمهوريه ويطرح اسئله ولهنا الحقيقه انا منزه الصحفيين اللي حضروا ونعرف اللي هم يحاولوا يخدموا خدمتهم اما كي نربط الحكايه وكانه نتفكر وقتها زياره نتاع رئيس الجزائر لتونس وقتها تم اختيار صحفيين بعينهم وكانه الاسئله منسقة من قبل وانا يا خوفي لو كان الاسئله اللي طرحت البارح على رئيس الجمهوريه اسئله كاينها ماخذه الموافقه القبليه ما عند الرئاسه والولايه وهذا مشكل كبير على الاخر علاش كان موزايك وعليش نسمة كهو نسمة نجم نتفهم بوتيتر ولو انه فما هيكلة جديدة ونسمة جديدة وقناة جديدة كومبليتمون ولكن موزايك عليش هذا مشكل كبير نحن رئيس الجمهور نحن ما مشيناش عرفنا امورنا ظهر عرفنا بروفزي لا حسب ما تخلوش تحته سقف هذي ولكن بالرسمي مشكل كبير وانه رئيس الجمهورية اللي ديما بارابور الاعلام والرأي العام الدول يقول انه نحن نحميه في الحريات والحقوق والدستور وكل شيء وحسب الفصل 72 اللي فعله هو باش يحل البرلمان هو حامي لاستقلالية البلاد وحدتها وحريتها نلقاو انه ضرب لحرية الصحافة في حاجة رمزية اللي هي ذكرى احياء الحبيب بورقيبة شكرا خاطر مازال عندنا برشا اخبار اخرى تفضل
حاجه اخرى طيب. حاجه اخرى زيد بارابور الاخبار الثانيه اللي قلت ما عرفش كان تحب تكومونتي اما زيد كصحفي نورمالمون عندك حرفيه هل تكوين صحفي اي يخدم في مؤسسه يخدم في مؤسسه اعلاميه نورمالمون خلينا نقولوا ينضبط للقواعد نتاع العمل الصحفي والمهني هذا المتعارف عليه والمتعارف عليه فانه يتوجه بحاجه كيف نكيكة وخطاب كيف نكيكة في الحقيقة حتى صحفيين اللي قلت نزاهم نه لز فيها شوي نحن زملائنا لهنا تاو بغنجة قتل لي ليرا وممشي حتى حد فهموا رويح فهموا رويح حبوش على لا حب نمشي ولا فش قام فش قام يا أخي تشوف اسمع الأمور مخضرطة ومش ولا بد وسيام والعبيد على عصابها وان بلوس كأنه فهم معناتها شوية مشاكل معناتها تلوح في الأفق البعيد دونك فش قام خلي تفضل الأمور تصفى القلوب ومن بعد نبعثوا لخيان من هنا نشوفونا كيفاش لحنا نمشي للهيكل هيكل هبطت بيان تطالب في مكاتب القنوات الأجنبية في تونس باش تحترم مبادئ حرية التعبير والصحافة الهيكل تقول انه بعض القنوات هذه اللي عندها مكاتب معتمدة في تونس والموجهة للجمهور التونسي والدخل الزيادة في الصراعات السياسية الداخلية لدرجة انه البعض منها تحول الى بوق دعاية لتيار سياسي معين وتأكد الهيكل انه حرية التعبير هي خيار وطني ما فيهوش رجعة وانه من الضروري التنبيه إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الحرية ذي وقواعدها ومن أهمها التوازن والموضوعية في نقل الخبر ومعالجتها حسب المعايير المهنية والأخلاقية. الحقيقة لهنا ما نجمش نصدق الهيكاها وعليش عندك أنت جلسة افتراضية متاع مجلس نواب مجمد محل مفتق من بعضه تعديت في قناة أجنبية وما ما ما صار حتى شيء والهيكا على قد ما تحاول أنها تلفت النظر وإلا اللي هو معروف عنا 10 سنين نعرفه أنه فما قنوات أجنبية هو أي. البيان متاع الهيكا وجهته للقنوات الأجنبية هذه قتلها راهو المدة الأخرى عندك مشاكل إيه؟ انك وليت تدخل في صراعات داخليه اكزاكتومون اما هي ماهيش من المده الاخرى على خاطر كي نقولوا من المده الاخرى راهو بعد 25 جويليه بالرياكسيون بالظاهر اي هذاك الكونتكست ولكن نعرفوا انه فما شبكات اعلاميه في العشر سنين اللي فاتت اللي كان عندها دخل في توجيه كما شكون نحكيو على القنوات الخليجية الجزيرة نحكيو على سكاي نيوز فما قنوات العربية زادة فما قنوات كان عندها دخل لتوجيه الرأي العام مش في تونس كهو هذا معروف في العالم العربي الكل حسب خلينا نقولوا شراكات ولا حسب ما يتماشى مع مصالح الدول الولايات اللي تصير في نقولوا احنا في الباك اوفيس يتبعوا دونك الكوليس ساسو تخدوي بالولايات اللي قاعده تصير في التيران ومنهم لي ميديا هذوما مش مازال عندنا علول روتار شويه انا يظهر لي راه روتار برشا يظهر لي بتاو بلا عندي سؤال تفضل سامحني ان شاء الله خير لا لا مش مسموح الوحيد اللي ما عندوش حق وانت تعرف علاش على خاطر حكينا في الكواليس على حاجه وهو الوحيد بالله ما تسمحلوش باش يعلق في فقط لا انا مش نعلق انا عندي سؤال اسكو هيك عند الحق تعاقب قنوات اجنبيه بتبيع كان عنده بيروت في تونس نجم تمنع على خاطر نجم يصل المنع مثلا هي على خاطر صلح لي علوله خاطر هي المكاتب معتمده في تونس تخدم حسب الضوابط والقوانين هو راهو قانونيا ما نعرفش الحقيقه من تو نسالوا عليها معناها الغدوه ولكن ظهر لي انه تنجم تمنع المكاتب هذيا في تونس على خاطر فما دول وصلت لمراحل هكرا فهذيا ما بين ظفرين الى غدوه نتاكدوا من المعلومه ونشوفها برجو لي التصفيق على اخونا دليل ولكن حاجه مهمة علولو ما نعرفش زادك توافقني في الرأي ولا ما دام خلطت الهيكا خاطر نتصور زاد الهيكا ما هيش ريقد على وذنها كان خلطت الهيكا وجهت ولا لفتت النظر الحاجة كيف هكا فإنه حجم ولا المحتوى اللي قاعد يتبث في القنوات الأجنبية ذي زادوا فيه شوية زادوا فيه برشا مش حتى شوية لتوجيه الرأي العام فيما يتعلق كيف ما قلت مصالحهم هم علول. نرجع طوال شهر رمضان نحكيه على المسلسلات نبدأ من مصر ومن بعد نرجع لتونس ليلى علوي والمسلسل متاحة اللي حكينا عليها قبل قلنا انه تم الإيقاف متاعه بسبب اللقطة اللي صارت في الحلقة الأولى فريق إنتاج دنيا تانية يقول اللي هو المسلسل ذي يقول انه تم الاتفاق مع جهاز الرقابة وحذف المشاهد اللي راو انها ما تعديش في التلفزة وبش يرجع المسلسل للبث بعد تعديل السيناريو متاعه مع الرقابة
ملل. انا تفرجت فيها اللقطه بالظهر عرضتني قدامي الحقيقه اولا قاعده تدور هي هي اللقطه راهو ما فيها حتى شيء بارابور ولا ما فيها بارابور اللي تعدى عنا بارابور تعدى ولكن لهنا ما نعرفش كيفاش المشهد التلفزي المصري يخدم على خاطر من الاول قالوا انه فما صار تحيل وانه المسلسل هذا يتعدى من غير الموافقه القبليه نتاع اللجنه ولا الهيئه هذه ومن بعد في وسط رمضان شوف مساله بدل شويه سيناريو بدل شويه مونتاج اما تكنيك مو كيفاش باش تصير معناتها الحكايه لو نحكيو على 30 حلقه ديجا هما معناتها ما نخدموش احنا رمضان كيما جا بحذنا سيد المخرج المره اللي فاتت وحكينا الظروف كونه تحتم عليهم انه حتى شهر رمضان يدخل مازلت في الستاسيون دو مونتاج ومازلت تركب هما ليه معناتها الباك كمل سي سي بون 30 حلقه وبقي الى القناه ومن بعد كامل على خاطر القناه توضحت قالت انه اول نهار وصلتها الحلقه مخر ديجا يعني قبل البث بشوي حتى هم عندهم نفس المشاكل بداوا في التلفيق بون من بعد كيفاش باش تعمل باش تحاول مثلا تعدل شويه العمل هذاك تعرف اللي ديجا المونتاج اللي يخرج هذاك باش تفرج انت في حلقه في نيرة هو ثاني ثالث ليكتور يمكن وما وصلت كملته يعني ما تصور من بعدها قداش باش تقعد معناتها باش تنحي في دي سيكونس وتعدل ممكن تنحي دي سيكونس راهو فما دي سيكونس مربوطين بالسيكونس هذيك تولي ما تفهمش نتصور يتنحاو برشا حاجه على خاطر انت كي ماكش محضر السيناريو ما عندكش ريبليك مثلا من بعدها وكذا وانت نحيت اللقطه هنا قاعدين في الهواء نفهم وعندي ولا حطي بوند من لوتو ولا فمش ليكتور ولا مثلا مونتاج باك اب دونك او هذا ما مشاش هاو كان عملوا المونتاج الثاني ليه باش تزيد تقص دونك تنجم تضيعوا العمل الكل هشام السنوسي عضو الهيكات تكلم امبارح في شمس اف ام حكي عليه مسلسل براءة قال ما لازمناش نبالغوا ونحاولوا بعض المواضيع اللي تطرحها المضامين الاعلامية خلال شهر رمضان لمواضيع محظورة قال ما نجموش معناها ما نحكيوش عليها وبخصوص الدعوات لرقابة مضمون مسلسل براءة اللي تبثه قناة الحوار التونسي قال انه الهيكة ما تدخلش في الايامات الاولى في بث المضامين على خاطر فماش تسلسل درامي في المسلسلات وقال انه الهيكة تدخل بعد جمعة من البث إذا لقات معناها الواجب أنه تدخل وقال زيدا أنه المضمون معناها والرقابة المسبقة ما تمارسهاش إلا هيك على المسلسلات ما تبالغوش قال هشام السنوسي على مسلسل براء شوف نحن قلنا الحقيقة أنا قلت البارح وأنه رأي الهيكة دي ما تخرج لرابور متاحة برابور المسلسلات عدى في رمضان وحاجة أخرى زادة مهمة برشا اللي قلنا وأنه دراما والأعمال الفنية رأي تنجم تطرح أي موضوع اللي تشوف ينجم يتطرح سادي بون بعد نجم نتناقشو تكنيك ما نجم نتناقشو اسكو نجح الطرح ذيك وإلا نجح بش يخلق الديبا اللي يحب يخلقه زاد كيف كيف شنو هي التريتمون ميدياتيك اللي من بعد الهيكا نتصور انا موافقها في الراي نتاعها فيما يتعلق بالرقابه القبليه اللي هي تولي صنصره على خاطر انت تجي مسلسل مازال ما تعداش تحكم عليه والا تقرر كما قاعد يصير في مصر اكزاكتومون دونك انا موافق ولكن ما فهمش الميثودولوجي نتاع اني نتبع حتكشي جمعه ونشوف فهالتسلسل مو فما تسلسل درامي ما نجمش من حلقتين ثلاثة هو تو سمحني المسلسل تاع ليلى علوي رغم الحلقة الأولى ريتو المشهد أنه هي دخلت لل يعني مازالش في الحلقة الثانية ووقفت غاديكا باش تتعدى في الحلقة الثانية خذوا قرار قالك ما عادش نبثوه يعني مازال والتشكي نتاعهم قالك مازلنا يعني مازلتوا ما تفرجتوش شنو هي باش يصير علاش تحكموا قبل ما يصير حاجة فهو اسكو المشكل هنا كي أنت باش يقول لك مثلا تعدى الجمعة والمخرج يقول لك راك مازلت ما فهمتش يا رؤية باش فسر لك خاطر ما نجمش انا كي تصير نقول واحنا حدث هذاك معناتها سيت ان مومون في وسط حكايه كامله اما وين باش نهز الموضوع واش باش نعمل بيه من بعد وشنيا الشوت وشنيا العبره اللي باش نستخلصها منه اي ما تنجمش في جمعه تنجم تستخلص العبره وتعمل الشوت في الكونتينيتي تنجم او موا تقرب شويه للسيناريو والتمشي اللي مشى به المخرج والسيناريست هو نتصور مشى معناتها بالمنطلق هذاك خاطر جنرال مو في 15 حلقه 20 حلقه قم السبعة يملوا لأنين تتسرع الأحداث ليه هو مكروفة من الحلقة الأولى أخي واضحة الأمور رأي وين بيش تنقعدوا نعملوا لكتير تنفسر هو قداش فيه من الحلقة
والله 30 حلقه نورمال مباراه 20 25 22 انا برشا احنا في تونس ما نعملوش 30 حلقه لانه الجمعه الاخيره في رمضان تاع تونس ما تبيعش في التلفزه وبخلاف تعرف انت زاد كل فتله انتاج بتاع 30 حلقه باش نكملوا نحكيوا على براءه اللي مازال يثير الجدل المره ذي على الفيديو نتاع طفل صغير اللي مثل في مسلسل براءه اللي تفرجوا فيه في التصويره واللي شفتوه زاد في الافيش. فما فيديو عزيز قاعد يدور على موقع التواصل الاجتماعي فيه سامي الفهري يدز الطفل عزيز وفما صوت على الفيديو هذاك يقول هاو كيفاش يبكي الطفل هذايا في المسلسل يعني يتم تعنيفه وبعد معناها ياخذوه في اللقطه وقت اللي هو يبكي. فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي من عرش ريتولي الحق نجموش نعديوها على اي اف ام تي في. ولكن البارح كوثر الباردي كانت حاضره في مزيكا فام وقالت راهو موش صحيح ما فماش عنف يعني مسلط على الطفل عزيز وتقول انه بالعكس هو سامي الفهري مدلو برشا معناها ويحكي معاه برشا وقالت انه مشهد البكاء ما كانتش حاضر عليه معناها هي قالت راهو الحقيقه انا ما كنتش حاضر عليه ولكن اللي ريتو انه سامي الفهري مدلو برشا ويحكي معاه برشا في البلاتو. رايكم؟ شوف باش نحطوا الامور في اطارها هي فما باج قاعده تهبط كل مره في شنو باش يصير في المسلسل هو تسريب لبعض حلقات مسلسل براءه و ما نعرفش اللي هي باج ماهيش ناجحه برشا لانه ماهيش تعمل في نومبر دو فيو لا علينا فيها هو فما شخص يبدو هو شخص وراء العمل على الحاجه هذه بالواضح تعرفوه الزوز شباب بزيد باش نسميوها ما هو معناتها الشخص هذا خدم معاهم في براءه مصور لكوليس مصور الحاجات هو السيد هذيك يهبط اللقطه نتاع وقت اللي سامي فهري يدز في الصغير راهو نسي اللي هو هبط حاجه قبل لانه هبط قبل بنهارين ثلاثه نفس اللقطه بالعكس معناتها الصغير يدز في 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 الممثل معناتها يوري يدز في سامي فهري اي يدز ده اللي في سامي فهري ولا في ممثل معناتها لهنا يوري فيه معناتها كيفاش بتعرف بروفه فما بروفه فما بروفه يوري فيه كيفاش باش تصير السين دونك ان احنا نهار اللي هبط الفيديو نحن انا ولو اي وقت ريناها ورينا ديريكت العبيد تكومونتي على معناتها سامحوني تكومونتي على الفيديو اللي هو هبطها قبل فهمت يا مصاحري اللي تلام زيدا يقولك انه طفل صغير معناها ما تنجمش تدزه بالطريقة ذكرى يبقى طفل صغير معناها عمره في 5 سنين ولا أكثر شوي ولا أقل شوي ما تنجمش تدزه مثلا حتى لو أنت قاعد تبرف معه على المسلسل ما يجيش هو اكزاكتومون لهنا الحقيقة كيف ما قلت أنت صحري على خاطر هبطت فيديو قبلها هبطت فيديو أخرى ولكن زاد كيف ما قال علي الأطفال هما في الصغار في جنرال مو في البلاتو عندهم معاملة خاصة وعندهم أصلا نورمال مو إكيبة كاملة تتلهي بهم الأولياء يبدأوا معاهم خطر كل كسوارة مانيش أحكي على عنف كهوة ما حتى كمية الضغط النفسي اللي تعرض له الطفل باش يصور وكل شيء وبيش يبكي زاد ما خطر مش كيف ممثل محترف اللي نجم متريني عليها ولا مسرح ولا كذا اللي نجم يبكي طفل صغير خلينا نقوله صعيب انه يبكي كأننا نتمنى وانه ما صارش عنف في البلاتو ولكن الواضح انه فما خلينا نقوله طبعة في الحكاية يعني فما شكون قاعد يصطاد في الماء العكر ولكن الناس انا نتمنى انه لي بارون تاع الطفل يخرجوا ويوضحوا ويفسروا كيفاش كانت لي كونديسيون تاع التصوير خاطر هما الوحيدين اللي نجموا يحكيوا على لي كونديسيون تاع التصوير في البلاتو كيفاش ولدهم عدى البيريود نتاع المسلسل وانا ما تصورش ولدي قاعد يتعنف وانا ساكت ونتفرج وعادي ما نتصورش وعادي الى سير المال تريتير هي رياكسيون جات من عند الاولياء ساعه قبل كل شيء انا ما نتصورش يل بو سو بيرميتر معناتها سامي الفهري باش يعنف طفل صغير دو ان طفل صغير في دوره هو معناتها والامبورطونس اللي ماخذه الطفل في المسلسل نتاع براءه الحقيقه معناتها الرول اللي محطوط فيه عرفت اللي يتقال في صوص نتاع مثلا تساؤل وقت اللي نحبوا نرجعوها الحكايه نقولوا احنا كالنيفو الاولاني هذاك نتاع يتساءل كيما الفازه اللي صارت البارح ما تقالوش بيه هو ماخذ زوز على شيء ما تاخذش زوز
الفلوس فهمتك مبني عليه هو المسلسل براءة على البراءة حاجة مزيانة ياسر دونك ما نتصورش كان لاتو نتاعو هذا باش يجي معناتها ويعمل له حاجة اللي تنجم تخليه ما يكملش إلى سيغ المسلسل نقطة أخرى هي. اللي تعرف اللوكيشن معناتها ماهوش سامي الفهري وحده كهو فما 60,000 كاميرا فما ديزانجيسون فما ممثلين أخرين فما كذا فما كوتش معزل كديري نورمالمون الكوتش نتاعهم دونك صعيبة أنا الحقيقة نستبعد نستناو بتبيع الرد من البرودكسيون نتاع المسلسل من الأولية نتاع الصغير نتاع المسلسل ما تجاوبش تعرف أنت أنه سامي الفهري في العادة كل ما تصير حاجات كما كيف في الكواليس يسكت ما تجاوبش قناة الحوار والله في هذه معاه خير خير هي الحقيقة أنتوكا 39 دقيقة شكرا لك علولو برتكة تعب ظهر فيك تعب شاي برتكة أخويا نتقابلو غدو ذيفي اليوم نجلة تونسي باش تتفرج عاجبك البرنامج هكا واللي طات فينا في الحصريات هنعطيك في الحصريات كل يوم 39 دقيقة أختنا ساسوها تستنى دونك استثنائيا باش نعديو أختنا ساسوها من المارشي من بعد نرجعوا لدالي في حرك بدنك تو تسويت بوا مارشي بوا مارشي ساسوها بونجور بونجور شنحوالك يا ساسوها صافا الحمد لله يا ربي عايشين لاباس ماكلين شارب صحيح ما قمناش للسحور انا وامي ما فقناش بالوقت على غالب نعملوا كملوا نهار كيف ما جاي جاي الحمد لله يا ربي على الصيام الحمد لله على الاسلام الحمد لله على كل شيء ان شاء الله ربي يتقبل يا اساس انا يوسف سامحني عايشكم يعني اي ما علاش معناتها استثنائيا انا تعديت وقت ذي ما فهمتش بلدلي هو انت راك في وقتك اما نحن عملنا ديباسمون صغير مع اخونا علي ان شاء الله تسامحوا دونك خليك انت قبل معناتها كبرنا بيك فهمت بيك مغش علينا على خاطر سمعت استثنائيا هكا قلت شنو اللي صاير فهمت شنو اللي صاير انت في حي الخضرة سهسوها دونك اي والله حي الخضرة كما تعرف خاف لك العادة اللي احنا في حي الخضرة ما شاء الله القرآن الدعاء كل شيء نقاوة في المسجد احنا بكري احنا قررنا الفوامر شيء تكون بكري لك عليش تكون مش برشا عبيت مش برشا حركة اما احنا جينا باش نبدأوا الحركة في المرشيات كما كل يوم نبدأوا نعطيه في الاسعار متاعنا نبدأوا بالدجيج سباخير عنا الكعبة الدجيج الكبيرة 11 دينار المتوسطة ب 7 دينارات الاسكالوب دام 12 دينار الكويس بولي 8500 الكبدة الدام 12 دينار 980 الكبدة الدجاج 11 دينار و500 نزيدو نعملو دورة نزيدو نعملو دورة داخرة على السويم متاع الخضرة دونك بدات الحركة مصالي عني بي بداو العباد يجيو يشريو كل عن الفلفل المسكي 3450 وجهك جايب معناتها على 1850 1800 الجلبينة القراعة بوتوزينة 2500 البطاطا الخشينة 17 السلاطة السلاطة حسما كي تفوى السلاطة هذيا سلايطة 350 بالنسبة للكعبة القارس الفيلو على 1690 البصل الأبيض 1300 عنا الليتو 800 طماطم من هنا نلقاوها على 940 كان تسمعوا في الدعاء معنا والله أجواء احتفالية ورمضانية بامتياز بيتنجان 3980 الخيار 3700 المعدنوس نلقاوها على 500 الفلفل الحار 3450 تم به 3450 الفلفل قاعد يتباع في حي الخضرة في بلايص اخرين قاعد يتباع حتى ب 6000 البروكلو نلقاوه بجنار الفول 940 البصل عنده هو نلقاوه ب 3000 لهنا كعب فليتو ما شاء الله كبيره بجنار نلقاو السلق 2000 الدقله الكيلو على 3800 صباح الخير الدقله عرجون 7800 التفاح 4980 التومسون نلقاوه 2000 التومسون نلقاوه 3680 الماتي 1495 البرتقال الحلو 2280 والعصير 980
ما غادي نلقاو حارة العظام العربي بالنسبة للعبيد العظام العربي بلفين فرانك لهنا التفاح 4980 5000 فرانك دونك الحركة ما شاء الله السيدات توا قاموا فما لهنا يشريوا في الجبونات كما يقولوا سيداتك ما عاد ما تكثروش من الجبن ما تكثر اش قلت لي قلت لك سيداتك ها والرجال وين ما رجال تقضي ولا في رمضان صحيح ولا والله تقاضي يخدموا توا الرجال هذوما الرجال توا قاعدين يخدموا هذوما النساء اللي قاعدين في الدار دونك النساء اللي قاعده تخدم تجي حكيت ما ساعتين ما ثلاثه كان خلطوا زاده على خضره فريشكه ننصحكم شريو بالسبت بالحد وقت اللي تبقاو في الدار سينو قحفوا كيما خونا لؤي خونا سحري بحري شان نعملوا افيك بليزير يرحم والدي ما لا فيش عندنا اخوك لؤي وقت تستنى على بعضيك ساسو والله في اي وقت في أي وقت دارنا الحمد لله دار بابا محلولة في أي وقت نجم وجيه وقحفونا التنظرة قالت ماميتي الله يرحمها طيبة بيكم ولا بليش مش نعمل بليش تسميع كليم صحيح تعال سكليت ولا قعدت شكرا ليك ساسو بستعمل دورة في الفريب دارة خرجت من جهة الفريب بتاع المارشي دار بستعمل دورة قبل ما تروح شكرا ليك ساسوها قضينا القضية وقضينا ما نقضيوش القضية وقضيناها نحن تو ما حسهسوها هي مالتي هسأل سؤالك قبيلة رشيد وينو ما نقضيوش لا والله هي حد يمكن واحد يعمل دوليشة خفيفة في المرشي هي دو بريفيرانس تاخذ قضية الجمعة عرفت خضرة الجمعة تاخذ نهير واحد لا 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 ما ننصحكمش لازم كل نهارين ثلاثة أسأل مجرد صوت الحك صوت الحك على خاطر أعطيني تبارت اليوم وسكت أعطيني شقا فاتريك اسمعوني امكم ذهلي ما جيتش على الدبارة متاع البارح دونك طيحوا شوية في اللي يكون متاع الشخان تطلعات متاعكم يا تلعب اطلع برشا ما نجمش انا والله عندي شاوي يا خاطر اعطينا شهوتك خويا لؤي شوف شوف بسم الله اللي يحب يستدعاني اليوم هو المنيو اي صحيح صحيح في دار امي هيك تصفيهم هو الى كل من يهمه الامر سي لؤي الشيرني كان تسمع فينا تسمع فينا جو سوي سور سكر الراديو ثلاث دقائق وبعد ارش رد بيك طيب يا حكيت هذوما لحظه برك نبدأ الشربة ذيك دي موجود اي فريك اي شربة ذيك سير عصفو تاع الناس كل ونسرق مع عند خويا دليل بارح بريك سوابع بريك سوابع بني باش بريك سوابع بالطن يا دي خلينا كلاسيك يا دي رانا مانيش خالطين على حكايات اخرين وتقولي باش بالطن نمشي واسمع في الخفافي سليطة خضرة تبدا هاك مطيش عليها شوية جبن وشوية سلامي هكا مفوق ها فهمني كيفاش ونعملوا لها تعرف ختامها مسك شنيا لازاني لازاني بالحم المفروم الله الله ما شاء الله لازاني بارح صحة وفرح لازاني بالحم مفروم والديسير نركزوا لها زليبي والمخارق الله الله وكويس تي بقراج تي احرش كان خلطنا على طرف الطبنديق على طرف لوز على طرف اي حاجة حتى حفيين خويا البيه هاي شربت فريق في القيشات او سلوك الدجاج مسلكين ما حاضرين امورهم باهي تبدا مغرغره مليح مش مطمط ما ياسر بطبيعه باش ما تقهمش من بعد زريبات بريك بالشفريت يا هاي الشفريت ما فماش خيالي هذا المنيو مش نوصل في معلومه الحاضره الشفريت في الاسواق ماهيش موجوده برشا وسلطه سيزر كعبات الخاصة تشوفهم مرقين يبداو كالقيشات الخبز المبشمة هذاك ومعاهم كعبات كوب جبن جروير والدنيا وكالصوص من فوق نتعديهم بعدها لحيد مدربل تسميهم توما جراتان فيه لا لا نعيطوا له مدربل والله عرفتوا نعرف نحبوا على ومن بعد خويا ناخذوا ثلاثة كعبات تفاح أربعة كعبات بانان 13 كعبة دقلة نعمل بيهم سلايطة بيه يا صحي برافو بس حدد لي على 13 كعبة دقلة ما تفوتش 13 بيه سيدي الدبارة متاع اليوم فما السوب متاع خضرة تترحاب القدية تتحط الخضرة الكل اللي موجود صحيح كل برود ويجيها مبنينة برشا تحط فيها شوية أكل فروماج التريانجل هذاك باش يبنن شوية بعدك البريكة بتبيعها موجودة ديما أما البريك ما هوش كلاسيك ما هوش مقلي في الزيت نعملوه في الفور هيلثي وكل فازت هذوك مكل أما والله يبنين يزيمو من المغالطات أنت تعم فيها في الزيت يزيني اليوم نحب نعمله في أكهاو استناني عاد مازال
ومن بعديك فايم طاجين طاجين سلق ولا حاجه هكا طاجين بالخضره سبناخ سامحني نعملوا شوربه فورا شوربه مفورة قص نور قص اعطيني البوب شرب. اعطيني بوب اعطيني بوب ديريكت بوب 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 مدام سبيسيال رمضان مع وجيه الجندوبي على اي اف ام احلى راديو 59 دقيقة على اي اف ام احلى راديو ولد مدام كاملين معاكم حتى لل 11 نمشيو توت سويت مع اخونا دالي في حرك بدن حرك بدن مرحبا سي دالي عسلامة مرحبا بكم في الربريك متاع حرك بدنك اليوم اما قبل ما ندخلوا في التمارين انا أنتي قمع دونك هذاك علاش نكمل المنيو متاع اليوم تاعي دونك نكمل المنيو روبريكي وانا حر فيها الروبريك متاعي اربع دقائق نحي الكاسك على خاطر بوغانجا مش تعطيني على مرمتي باش يدي المنيو نكمل جوست الشوربة مفورة راي حاجة خارقة العادة فيها برشة خضرة في بلاصة الروز أو كالجربي نعملوا شوربة مفورة شكرا لي كذي كانت حرك بدنك متاع اليوم نمشي وتوت سويت مع أخونا وجارنا قنواتي في تليفوناتي تليفوناتي ألو أخير دام نعيمة معايا ايه نجي قنواتي نكلم فيك من الخدمه يا مدام نعيم نجي قنواتي ايه نجي الممثله ايه الممثله نجي مرحبا عايش وحلى زينك في الخدمه تقتل ايه ما ذيك اخر خدمه نخدمها علي اللطف ما بطلت انت قرديه ولا بطلت احليك ساعه حب لك حب والله تحب لا بطلت من المسرح ومن التلفزه والسينما كل هذا كل دومين هذا كل بطل عليه اللطف عليك انا ذاك علاش نكلم فيك مدام نعيم ما بقول يا مدام شو تقولي مدام نعيم ما تقولي نعيم شني مدام نعيم باه نعيمه نعيمه نكلم فيك على حاجه تمشي تقول شبيه هذا ولا ما بقول انت ما لاباس ها لاباس الحمد لله هاي باه ما قلت لك بطلتني الخدمه هذه بتاع المسرح التمثيل عملت تاكسي ايه تصحك بجدك ولا تفادلك اما دام ولا نحكي بجد ايه ايه عملت تاكسي تاكسي فني هي ايه حبيت نعلم كان كتاب ده مستحق اتني كلميني بلا بيه ماش مالك مستحق مش نركب في تاكسي نكلمك هي انتي ولا اصحابك ولا الدومين كذا بيه ماشي بيان سير بيطبيعة ما عنديش برمية ما عندكش برمية هاي ما عنديش برمية ولا تشق في تاكسي نسوق لا نسوق كيك نسوق من قبل نسوق نجي لباس انتي شنو ولا لباس شبيك نجي عندك سخانة شبيك معناها ماكش نورمال راك علاه واحد يعمل تاكسي ولي مش نورمال نجي كيفي وليدي تعمل تاكسي وانتي ما عندكش برمي شنو مشكل نسوق من قبل نسوق مش كيسيون نتاع تسوق بروح منين علاش عملتها الفنانين ما وكيفك علاش ني عملتها للفنانين ما يكلمونيش يكلموك تو انت كي وقفوني يكلموك شنو كان معكش شنو عاد واحد خاطر فنان معناها يحلف على قدر الناس تبي روح عبيد شوي كوليج لا 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 يصلي على النبي لا لا انا عايش قلت لا ما تعملش في روحك هكا عايش ويج والله يوقفوك قسما بالله ماشي معايره ولا امس بركه هزيت مدام لطيف انا لطيف شكون لطيف القفص وفي بالي انت ما عندكش ترمي ويكبط معاك لا ما في باليش لا ما في باليش مش بنقول انا انا قلت لك كنتي ما تمشيش تقولي راه قنواتي ما عندوش برمي ما يجيش نيجي وليدي والله انا نحبك ونعزك على الاخر ونقدرك ونعرف انت تعمل في اعمال وعلى بطلت المسرح قسما بالله شوف في دورك في الحلقه يهبل ومحليك في المسرح عليها تبطل عليك بطلت توك بديت مش تعرف والدنيا تقوم تبطل لا مشيت معايا عاش وليدي عاش ما عادش نحب التمثيل هذا ما عادش نحبه خلاص لا مش على كيفك مش على كيفك لا يعني لا مش تخلي عباد تخلي بلاستيك العباد ما تعرفش حتى وانت اللي تمثل تمشي لا كنا دخلت للرازي طلع علي واحد دخلت للرازي نطفع له ولدي ما قال لي شبيك نفسيتك تعبت مشي تعبت واحد موحد عندك انت عندك عندك كارتة كارتة متاع شنو تاع التليفون هي تحب نبعث لك كارتة هي خاطر انت نكلم فيك التليفون ما رجعت اليوم للخدمة عطوني شهري عملت التاكسي في شهري نعم لك نخرج به لا ما عادش تركب في التاكسي وانت ما عندكش ترمي فضلك يا قنواتي عاش وليدي بجاه حرب ناخذ موتور تحب ناخذ موتور تحب ناخذ موتور كانت تستحق حاجه نقف معاك باللي نقدر
انا اخترت حكايه التاكسي والله يا ناجي والله نقف معك باللي نقدر. انا حكايه التاكسي نحي اروح عبيد يا ناجي راك الله يقدر تقبلك في دورك كبار انا خمطور انا قلبي تخدم بشرك تاع الموتور هاي نخمطور اي نخمطور نطلع عليه طلع عليه الفنانين الكل نكلم جميع المداني نكلم جميع الشاحي وشكون عندي اخر غازي زغبين عليه انا جبت ترزينا فيهم عليه طلعهم كل ما يهمنيش طلعهم كل في الموتور والتاكسي ما عنديش بيرمي يا شي طلع عني في حال شي انا جيت معناتها نشوف الاولاد ونتعالج نتلموا ونعملوا كاش اجا قلت كان ما تراش معنا معناها ما غير حتى خلفيه انا كان نكلموا الاولاد الكل نتلموا حويجه حويجه واعمل مشروع اخر حتى صغير حتى كش حتى اي حاجه المهم تسوقش وانت ما عندكش بيرمي نجي تقتل عندي ارضك انت مش عندك ارض بقى غادي ماني بحذيك انا وعندي فلاح هي ينزل عليك في الطماطم شويه فلفل طلع شويه معدنوسها ورمضان ربي يبارك لك فيه ما خير ما تقتل العباد يا وليدي لا لا نحب نسوق نحب نسوق انا نحب نسوق تحب تسوق اي نحب نسوق نحب نطلع في المانيش سوق برا فما حاطين طيارات وكراب سوق للصباح مش برا العباد ناجي ليش شبيه ماما شبيني انا شبيه شنو باش يصير يموتوا يا ناجي يموتوا تعمل لك في دوله اللي يقدر يموتوا بي بي برشا كيك بي ناجي دقيقه نرجع لك دقيقه دقيقه نكلم لطيفه ونرجع لك شكون لطيف شكون تليفوناتي برافو قنوات التسويق لي التسويق لي محليها نعنوا نعنوا محليها محليها مسكينة تعرف عمل فيها بس الإيواء الوجوبي متاع الراسي زاد دعم موقفه للغاية عرفو صحيح باش قلب الكهرباء خرجت عند 5000 ترشي بطول نمشيو مع خونا دالي بعد شوية بعد بنمشيو مع سنيعي صاحبي مع خويا والله مسكينة سنيعي صاحبي هاي سيدي مرحبا بكم بالناس الكل في حلقة جديدة من سنيعي صاحبي هذا الركن المخصص إلى أصحاب المهن اللي تشهد ازدهار في سيدي رمضان وتتحرك عجلة اقتصادهم وتطلع الأسهم متاعهم مصلي عن النبي ويعملوا في نسب نمو خلي نقولوا به يا من غير كوم هذا الكل وراه معناتها وحدهم وحدهم بمجهودهم الخاص ربي يزيدهم ويبارك لهم حتى هما الحقيقة يا يوسف قاعدين يتعبوا معنا في شهر رمضان بطل حلقتنا اليوم واحد من أبرز النجوم اللامعة في سماء الشهر البذيل هو الوجهة الوحيدة قبل الأذان بقليل وهو الحاجة الوحيدة اللي ما ننساوهاش خبز المبسس متاع خونا الكواش مرحبا بيه يلا نبدأ الكواش في رمضان العلاقة معاه تتبدل شوية تولي علاقة المدمن مع الديلر متاعه أول ما تدخل للكوشة العينين الساعة تحبط زبدة تولي قلوب وكان تلقى تهز عليه شوية ذنوب من اللي عاملهم في حياته وكيف لا تكون هكذا العلاقة السيدي بعنا في الفورنيتور الأهم في مكلتنا نعم معون الخدمة فإن كان البلاء متاع التونسي خلطة السيمان فإنه الخبز بمثابة الملعقة أخويا يوسف دونك شوف لم بورتونس نتاعو سينو ولا تخلط لا تبش لا تحط لا تعمل حتى ما تعمل حتى تقعد تغزر لها تصور جلبانه ولا لوبيا ولا مرقه خضره ولا شو تعمل فيهم باللي ليه ولا الله يتعداو صحيح احنا كوسكي بالخبز وذاك علاش تشوف قدام الكواش صراصيت من الشعب ها شوفهم معناتها الكلهم يتدفقون افواجا اما مش صف هو راهو كي تجي تشوف احنا نسميه اي حاجه اخرى المهم ما يجيش صف المشكل فاش لهنا الموضوع هو شوف كيفاش يجبد خوه معناتها الصف في تونس علاش مش لاقي حظه مسكين ولا مستعرفين به ولا في نهار واقفين معناتها كما يقتضي شروط الصف الدولية مالجري اللي راهو الواحد قاري صف حياته أكثر من القراية بيدها معناتها متعدين على بروفيت يعلم بهم كالربي فما نذكر واحد منهم قرانا الصف مثلا يقولك تقفولي من الطويل للقصير فما الاخر يقولك من الذكي للبهي فما الاخر يصففنا الوان وزيري كان يخدم في بوتيك متاع حوايج مراول يا غالي ليه مش هكاك ومالجري سالي دونك تلقى قدام الكواش كفوياج رهيب عباره في كونسير متاع ميتال علاش هكاك وليدين طالعه والدنيا ماكله بعضها هو كيلين بسكت شيخ في مخه السيد اونديري مارلين مونسون في زمانه وتسمع كان قديه اللي من بعده قديه اللي من بعده هما كلمتين سر وبعد ياخذ وقت مستقطع وفات الراميه ومن بعد يغيم الصمت في الكوشه الى ان تاتي الراميه اللي من بعدها وتعرفها بطبيعه بصفاره الانذار اللي تعطيها الكوشه من داخل تعرف اللعبه باش تعاود تزدهر مره اخرى والجو والدنيا الكواش المحنك في رمضان يزيد يعمل كمين محكم
أخطر بكثير من المبسس، أشد فتكا من الباجيت الطليان، ألا وهو خبز الزيتون. أي لقشة البصل كالمسهودة يا أخوي، وقديش تعطي بنك لقشة البصل المسهودة؟ ولكن هي هيت رمضان السنة ضعضعت شوية الأمور وصارت كيف يقولوا نوعا من الانتكاسة. أنا نحكي على جهتي بالطبيعة نظرا لنقص المواد الأولي وكذا. دونك بالله يشوفونا الموضوع هذا، معناتها ديجا جمع في رمضان وما الخبز الزيتون رانا في الحومة، وكاظم رني فيه عام كامل على أساس مش ناخذ من عنده خبز الزيتون في رمضان بلاش، هذيك المقايضة اللي ماشية. فإذا به ما عملش خبز الزيتون، نداء بالله يعطيه طرف فاري نحن نشرو من عنده. شكرا لك راجح. العشرة بتاع الصباح جينا لوفة للميتيو والأخبار، راجح معكم ولاد المدام حتى الحديث تاع الصباح. باش يكون الفطار اليوم في مدينة مدنيل من تسمو إيافان على 94.7.